قامت القوات المسلحة بتجهيز أكثر من 1,000,000 حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. جاء ذلك في إطار توجيهات رئاسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من 1,000,000 حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. شايفاه في